اوقات كمان سلمى اذا بنحكي عن الروتين يلي ممكن يدخل لحياتنا، هذا جانب ثاني اكيد بنفوت بالترهل الوظيفي وكثير من العوائق اللي بتمنعنا من التطور. رح نحكي عن هذا الموضوع اكيد بالتفصيل مع ضيفتنا المميزه دائما الاستشاريه بالتنميه البشريه الدكتوره فاتن نظام. صباح الخير دكتوره. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا رب. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش، كل واحد فينا يمكن بحياته عنده كتير أهداف وعنده كتير طموحات وفجأة بيلاقي حاله وقف بمنطقة حاسس فيها أنه هو ما وصل لهي الأهداف أو حياته عم تتكرر، وهذا الشيء بنعرفه باسم الروتين. خلينا نحكي أكثر عن الروتين، كيف بيدخل لهذا الإنسان اللي هو أصلاً راسم لحياته أهداف وطموحات؟ هاي نحن دائما كلمة الروتين يمكن بنفكر انه هو عبارة عن عمل يوميا نحن بنعمله او نمط سلوكي نحن بنشتغل عليه ام بصير عندنا نحن روتين بحياتنا. حقيقة الروتين هلا صار حتى اسلوبه بدخول لحياتنا طريقة مختلفة. يعني احيانا انت عدم انجازك لهدف معين انت بتسلل عليك الروتين بطريقة انه انت شو عملتي، ببلش هو حديث بينك وبين حالك، انت شو عملتي شو سويتي، فبيدخل عندك البرود بالحياة. يعني انه بتحسي انه يوميا نفس الشيء، بتفيقي وبتاكلي وبتشربي، هي هي يعني ما خلصت القصة. فنحن الروتين حقيقة يعني إذا أنت دخلتي بطريقة يلي هو مو هو النمط السلوكي اللي أنت متعودة عليه أنه أنت بتعملي هيك بكل ساعة إلى وقت، لا هو النمط الروتين يلي بيفوت أحيانا بأسلوب الإحباط، أحيانا يلي في إحباطات متكررة بحياتك فأنت بتوقفي أنه أنا حياتي صارت ما عاد إلى قيمة، فأنت هون عشتي بالروتين. أحيانا يمكن تفوتي بحالة الروتين يمكن إذا فتي بأكثر مرة من مرة مثلا بدك تحققي هدف وفشلتي فيه، تمام؟ فأنت هون بتفوتي بروتين الفشل يلي أنت ما عندك أي إنجاز. فهو حقيقة الروتين يا محلى أي شيء تاني قدام الروتين، لأنه هو حقيقة قاتل بس هو بصمت، يعني بكل هدوء ببلش يعني ياخذ منك كل الطاقة، يستنفذ منك الطاقة الإيجابية، حتى طاقة إنه متابعة تطلع هيك لبكرة، الرؤية لبكرة فهو بياخذها، بقول لك شو بدك بالحياة؟ كلها مثل بعضها، بكرة وبعده ويلي بعده، فهو حقيقة حديث اللي بنقول عليه الصمت السريري او الصمت القاتل. دكتوره ما بعرف اذا كنت عم تتابعينا قبل شوي، كثير حكينا عن ضيفنا يلي بدينا فيه صباحنا اللي هو بطل رياضي ولكن جريح من ابطال الجيش العربي السوري. عم يعمل كثير انجازات بمجال الرياضه ورغم هذا العائق ما وقف. طيب الاشخاص الطبيعيين اللي نحن عم نحكي عنهم اللي دخلوا يمكن بمرحله الترهل يلي نفسيتهم تعبانه اليوم مثل كل السوريين اذا ما بدنا نكون كثير مثاليين سلمى، هدول الأشخاص شو بتحبي أنت تعطيهم نصائح؟ إن كان ما بدنا كتير نفوت بالمثالية، نصائح واقعية أنه نحن رغم هي الظروف نقدر نكمل ونستمر بعملنا. في شيء كتير مهم، يعني هلأ نحن مثل ما حكيته أول الحديث في عنا ضغوط، نحن ما بنكذب على حالنا، نحن عنا ضغوط، كل واحد ضغوط حياتية وضغوط متغيرات، يعني في عنا أكثر من قصة، في عندك متغيرات يومية اللي هي أحيانا أنت بتكوني حاطة خطة حقيقية وحاطة هدف وراسمتي لهذا الهدف، تجي عقبات معينة بتخليكي يمكن تفشلك، خليك توقفي، ولكن أنت عم تقولي الجريح اللي هو عنده هي الطاقة لسه مستمر وعم بحقق وعنده إنجازات حقيقة، وبصير عنده مرحلة من الإبداع، بصير ما بده إنه شيء متفوق بالطريقة العادية، لا هو بده يبدع بالشيء التفوقي اللي عم يشتغله. كرمال هيك ما انت بدك تخططي، دائما في شيء اسمه بدائل، دائما في عندك خطه ب وخطه ج، انت كيف بدك تتجاوز العقبات؟ يعني بيقول لي مثلا انه والله عقباتنا ما عم تخلص، ايه هو حقيقه هي اسم الحياه، هي الحياه ما لها حلوه طول الوقت، فيها مر، بس هذه اللي بيعطينا بيكسر الروتين، شلون بدك تعيشي في الحياه فيها حركه، يعني انت مو طول الوقت بمبي والحياه حلوه، بدها شوية كمان ضغوطات. والمشكلة صارت انت ربع ضغوطات وربع بمبي. شو صار اليوم معك؟ طاقة إيجابية. الضغط، شوفي الضغط حتى حلاوة الإنجاز ثقي تماما، بس أنت تكوني تعبانة فيه تمام، فأنت أكيد بتصلي للشيء بطريقة إنه وأخيرا وصلت تمام، حققت الشيء اللي أنا بدي إياه، حتى الإنجاز له طعمة خاصة. بقول أنا يلي بستطعم طعمة النجاح أوعك تفكري بحب طعمة شيء ثاني، ولكن هي تتالي الإنجازات مع بعضها. العقبات هي موجودة، بعد أنا بدي فوت على أي مشروع تمام، أنا بدي أوصل لعند الأستاذة سلمى، في عندي الطاولة بيني وبينك هي اسمها عقبة تمام، بس أنا ما تكون دارية أنا وشو الهدف اللي بدي إياه وشو الرؤية اللي أنا شايفتها،
حاطة استراتيجية وخارطة حقيقية، معناته أنا عندي طاولة فاتن، فأنت ديري بالك في طاولة، فأنت هون يا بدي أخذ من عندك يا بدي هون تصير عندي القفزة النوعية اللي هي بالحياة. ما في عقبات بيناتنا، المسافات عمرها ما كانت. تماماً، فهي عقبات. الفكرة أنت بس يكون في عندك، دائماً إحنا بنقول عقبات عقبات، إحنا بحياتنا عقبات حبيبتي، دائماً ما أنت تخططي صح أنا أكيد حشوف العقبات، ولكن ما بفوت بإنه اذا شو بدي اعمل عقبات وهيك فوت بالقصه السوداويه، فانا حضلني قاعده على الكرسي وما بدي اوصل لعندك. هاي هي. وهون كان بدي اسالك، يعني بالعموم ما فينا نقول انه في شيء رح نمشي فيه حيكون هيك مفروش، اكيد اي شيء بالحياه بده اصرار وبده تخطيط وبده خطوه اولى. يمكن في سر كثير حلو انا دائما بحكي عنه، الشغف. الانسان اللي عنده شغف باي شيء بالحياه ف بيقدر يكمل مهما كان الروتين عقبات قدامه، مهما كان في ضغوطات بيقدر يكمل. خلينا نحكي عن هاي الأدوات الصغيرة والبسيطة الحقيقة اللي ممكن تكون موجودة جواتنا ولسبب من الأسباب نسيناها. صحيح. كيف نقدر نرجع نعززها؟ شوفي، هو أحلى شيء بالحياة هو الشغف، هو محبتك للشيء، يعني محبتك لعملك هو بيخليك تيجي وتأبدعي، محبتك لأولادك هو بيخليك تربي أولادك بالطريقة الصحيحة، محبتك لأي عمل أنت بدك إياه، شغفك من جوا. الشغف هو ما بتعلميه، هو طالع من الداخل للخارج، فهذا اللي بيفرق. مات أنا مثلاً بدي أقول لطالب البكالوريا دروس وهو ما عنده الشغف بالدراسة، قد ما اشتغلت عليه هو ما عنده رغبة. أهم نقطة مات أنا بدي أشتغل على الإنجازات، عندي 3 نقاط حقيقة. أول شيء هو الشغف، ما أنا كنت بحب الشيء فأنت بتأبدعي فيه، بتخترع، بصيري أنت لهيك بنلاقي فرق بين الناجح والمتميز 100%. أنت بتتفنني، يعني أنت مثلا نجحت بالقصة ما بتقعد بتحبيها بهي الطريقة، لا بس هي بتتفنني فيها. الشغلة الثانية القرار، أنا كثير مهم أنا بدي أقرر أنا شو بدي، أنا هلا بدي هي القصة، تمام؟ هلا حكينا على الإصرار، بس أنا بدي قرار، القرار اللي هو في كثير عالم عندها تردد، تمام؟ بصير لما بصير خير، لما مو خير، تمام؟ هاي بصير في عندي كثير عقبه. ثالث شغله الحركه بركه، هو ما بحب اي انجاز، ما بحب انه انت قاعده بالسطحه والله بدي انجز، لا هو بحب الحركه، ان بدك تتحركي لتوصل للشيء اللي بدك اياه. انا مثلا في عندي قصه مشروع معين، اي قصه انا بدي احكي معك، تمام؟ فانت مثلا سكرتي علي، الشيء اللي الحركه انه انا كمان باتصل فيها بحاكي، هي الحركة، إنه أنا ما بسكر الباب واحد، أنا بفتح الأبواب اللي بدي إياها. فكرمال هيك ما أنت يكون في عندك هي التسكيرات والعقبات، بس يكون عندك المولود الأساسي هو الشغف، إنه أنا لا بدي أعملها وبيلبق لي. شوفي كتير مهم الاستحقاق، إنه أنا الشيء اللي بدي إياه أنا بستحق أوصل له وبيلبق لي النجاح. ليش ما بيلبق لي؟ كلياتنا بيلبق لنا النجاح، ولكن بالطريقة الصح يلي انت فوكستي مزبوط 100% وتتناسب مع قدراتك وامكانياتك، كمان هذا كثير مهم. تمام. هلا كثير بنسمع من الاشخاص يلي بيحطوا يمكن ورقه وقلم، بيكتبوا اولوياتهم، بيكتبوا اهدافهم القريبه والاهداف البعيده اللي ممكن يوصلوا لها، خاصه بدايه كل عام. سلمى، ممكن بنجيب نحن ورقه بنحط شو بدنا نكتب. قد ايه التنظيم هو شيء كثير اساسي بالوصول للاهداف رغم العقبات يلي حكينا عنها، لما بنعرف نحن نحط اهدافنا القريبه ونعرف شو اهدافنا بعيدة والوقت ممكن يلي نحن منحطه لحالنا؟ يعني شو حلو الوقت كتير مهم، ما نحن بدك ترسمي وبدك تكتبي وتخطيط وأولويات، نحن منحط ورقة وقلم. نحن في شيء اسمه عندي الحلم اللي هو الرؤية البعيدة، وفي عندي الأهداف. تمام. دائما في عندي فرق ما بين، دائما بيقولوا لي مثلا قدي أنا بدي وقت، قدي بدي وقت لأنجز هذا المشروع، قدي بدي وقت ساعات لأن أحقق هذا الهدف. رح أقول لك شغلة، اي اهم، الساعه ام البوصله؟ هي حقيقه البوصله، ما انا حدد هدفي لوين رايحه، الوقت هو بتاخذيه باي شيء، لانه الوقت هو انت بتحدديه. في وقت عندك يا انت ما تكون مستمتعه بقصه معينه، شو بتقولي يا لطيف؟ ما بيروح الوقت، ما بيخلص الوقت، ما تكوني عندك انتظار او مثلا شيء متضايقه منه، حسي الدقيقه ساعه، ما عم تمشي الساعه ابصر شو صاير. فكرمال هيك الوقت، ونحن خاصة بهذا الوقت بهاي الظروف، تمام؟ انت ما لازم بقى ترتبطي بالوقت، لانه ظروفي غير ظروفك، حياتي غير حياتك. انا كمان في اسلوب تفكير غير اسلوب، فانا ما بدي ارتبط حياتي بالوقت، انا بدي اشتغل على البوصله، انا وين متوجهه؟ بس تحددي صح يلي حددت اولوياتي، حددت انا وين وجهتي، فانت بتشتغل عليها. اما الوقت، الوقت هو عمر،
ونحن صارت مختلف الأعمار، يعني كان مثلا نقول إنه لازم 25 سنة أنت تكون محقق حلمك، هلا اختلفت القصة ما عاد 25، 35 و45 لتحقق حلمك. في ناس 60 صاروا هلا عم ياخذوا شهادات 100%. فأنت معناتها ما وقفتي على الوقت، أنت حددتي بس بوصلة. فنحن هون بس أنت تتوجهي بالطريقة الصحيحة يلي أنت ما بقى شيء أيدك، يلي حتى الوقت ما بدنا يأيدنا، لأنه نحن ارتباطنا حتى الوقت هو بالمشاعر. شوفي قديش نحن عاطفيين بكل شيء، احنا بالمشاعر اوقات بتقولي استمتعت بهالقصة، والله ما صدقت انه عن جد عندنا ساعتين، او يا لطيف مشان الله بس قومي بدنا نهرب لان داخل ايد بهي المعنى. اكيد يعني اليوم كنا هيك سرقنا شوي من هالوقت واخذنا شوية وقت معك كلياته معلومات وكلياته خليني اقول تحديد لحياتنا ومسار حياتنا نتخلص دائما من الامراض السلبيه اللي ممكن تنوجد للاسف. نشكرك على وجودك دكتوره فاطن، شكرا كثير. اهلا وسهلا فيك. كل الشكر لك دكتوره لطاقتك الحلوه اللي بتعطينا اياها دائما. شكرا لك. صباحك شكرا كثير لكم، ممنونتك.